ولأن معظم التماثيل اللي موجودة بالمتحف هي تبع للملك، هنلاقي إن لقب التتويج والاسم اللي اتولد بيه موجود على معظم التماثيل، زي التمثال اللي موجود قدامنا هنا. هنلاقي لقب التتويج هو نسو بيتي، مكتوب رمز نسو ووراها النخلة، فنسو بيتي يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري، وجنبيه على طول الصا رع اللي هو الاسم اللي اتولد بيه. وفي نص مقرر هنلاقيه موجود تحت دي عنخ جت، معناها يعطي الحياة الأبدية. دي يعطي عنخ الحياة، جت الأبدية، فليعطيه الحياة الأبدية. رمز نسو هنلاقيه متكرر كتير جدا في الكتابات الهيروغليفية، زي هنا مكتوب نسو بيتي، بس نسو هنا قصده الوجه القبلي، وبي اللي هي النحلة قصده الوجه البحري، فنسو بيتي يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري. وراها على طول هنلاقي في خرطوش، لأن الملك كان ليه كذا لقب، في اللقب الملكي والاسم اللي اتولد بيه. الاسم اللي اتولد بيه هيبقى موجود بعد صا رع اللي هي البطة ووراها الشمس. من الحاجات اللي هنلاقيها كمان ورا الاسم الملكي هنلاقي فيه دي عنخ جت، فليعطي الحياة الأبدية. هنلاقي كلمات من اللي احنا تعلمناها موجودة هنا تاني، هنشوفها بشكل مختلف. هنا نسو ابتدت في الأول ووراها كلمة رخت، بعد كده اسم السيدة الواقفة قدامنا. هنا رخت نسور يعني المعروفة عند الملك، والتسمية دي أو اللقب ده بنلاقيه موجود كتير جدا في مصر القديمة. فهنا نسو رخت نفر حتب إس، السيدة اللي قدامنا اسمها نفر حتب إس. نسو رخت نفر حتب إس، وهنا لفظ أو الكلمة المحترمة